تسبب الحريق الهائل الذي شب في قصارية بفتوح بمدينة فاس في حالتي وفاة كانتا من ضحايا الحادث. مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أكد لليوم 24 أن المستشفى الجهوي الغساني قد استقبل على إثر الحادث 20 حالة إصابة واثنين حالة وفاة سيدتين وحالتين إصابة خفيفة، كما تعرض بقية الضحايا للاختناق، 10 منهم تماثلوا للشفاء و8 تحت الرعاية الطبية. وكان الحريق الذي اندلع مساء اليوم الأربعاء لأسباب لا تزال مجهولة قد تسبب في خسائر مادية كبيرة في منطقة مكتظة بالمحلات التجارية التي تعرف إقبالا كبيرا في إطار الاستعداد لعيد الأضحى. Thank you.